السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علم لنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أنا أحمد سعيد أريد التحليل اللي بقول إن شاء الله النهاردة إحنا هنتكلم في الفيديو النهاردة عن إزاي أعمل دبلوي الـ EDF على الجلوس فيش، تمام، باستخدام لايبرز أوريجن اللي أنا عملتها اسمها EDF Essential، وهي دي بتقدر تخليك تعمل دبلوي على الجلوس فيش، ويبقى الجلوس فيش دوت هو سيرفر أوبن سورس. نقدر نعمل عليه ديبلوي. كنا بنستخدمه في جي اس بي وجي اس اف، وحاليا مع اللايبرز الجديد ديت اوريدي خلتنا نقدر نعمل ديبلوي مع الاي دي اف. اصبح كده احنا تقريبا كل حاجه اوبن سورس، الاي دي اف ذات نفسه اوبن سورس، الفريم ورك، الجلاس فيش اوبن سورس، الجازبر اوبن سورس. اصبح كده تقدر تعمل ابلكيشن من غير الكلاينت اصلا يدفع كوست على اي حاجه. طبعا احنا هننزل الجلاس فيش، تمام، هي الروابط هحطها ان شاء الله تحت الفيديو على اليوتيوب، وان شاء الله هحطها في المدونة بتاعتي، رابط المدونة اهو. وال EDF Essential انا فاتحهم اوريدي، هتخش هنا اهوت دوت ده الجلاس فيش، هتخش عليه اكسبت وافق وانزل، نزله هو الويندوز، نزله لينكس او اي حاجة، اختار براحتك اللي انت عايزه. هنا هو الـ EDF Essential، دوس على الداونلود. هنا هو من الداونلود هيجيب لك صفحة تاني داونلود، هيجيب لك كام تشيك. لازم تدخل الأكونت بتاعك، أكونت على جوجل على أوريكل، وبعد كده كام سؤال تشيك بوكس كده، أوكي هينزل معاك مفيش أي مشكلة، تمام. ودي المدونة بتاعتي. طيب هنعمل إيه أول حاجة؟ أول حاجة أنا مجهز أوردن هوت الخطوات بتاعتنا، ان احنا هنعمل خلاص الخطوتين دول احنا عملناهم، هنعمل انستول دلوقتي للجلاس فيش. هروح عن الجلاس فيش بتاعي اهو، دبل كليك، اوكي، اداني رسالة الخطأ دي. الرسالة دي عشان خاطر انا مسطب جافا اكس 64، تمام. حلها ازاي؟ افتح نص، افتح الام سي دي، السي ام دي، واضغط وهد ارمي عليه كده، ارمي بالسين دي، وقول له داش فاهمة، تمام، ويفتح دبل كود وهات مسار الجافا. انا مسطبها اهو في البروجرام فايل في الجافا، اخش على الجي دي كي، هاخد المسار ده كله، تمام، وبالسين دي هدوس كليك انميل وبست. خد بالك لازم يكون ما بينهم، ودوس ان اوكي. لازم ابلكيشن، طيب ثواني، لازم انا اشيل بس الغي الصفحة، الغي ال ايه كنت لازم نلغي رسالات الخطأ دي، دوس اوكي، بدأ يشتغل معانا اهو. مفيش مشكلة خالص، ده مع الناس اللي مسطبة جافا اكس 64، لكن 32 دبل كليك هيشتغل معاك. انستول، دوس كاستم، ماشي، هنعمل انستول اند كونفيجر، هعمل انستول وهعمل كونفيجر، هعمل كريت لي من هنا، بس هزود ساعات نكست، تمام. هو بيدور على الجي دي كي، لو انت هنا هو ملقاش الجي دي كي بتاعك، بس براوز هنا وانت هاتها، تمام، قول له هي مسطبة في المكان ده، نكست. لا مش عايزين نعمل الابلود، هيقعد ينزل، هيقعد لسه يعمل ابلود من على الانترنت، هنقعد فترة طويلة، ماشي، نكست، انستول. دقيقة واحدة كده وهيخلص. تمام، هو خلص اهو، خلاص احنا مرحلة الانستول، خلاص احنا بقى مرحلة ايه الكونفيجريشن، تمام. كرييت، هعمل كرييت هنا الدومين، هديله ديت، اهم حاجة اغير ده، خليه 99، تمام، ماشي، دومين واحد مش مشكلة. الادمن ولا خليها اوريكا،
Icon. Wait. تمام. نيكست. خلاص دي المعلومات بتاعت الايه، بتاعت ال الدومين بتاعنا. خد بالك ان 48 ديت هي ديت الادمن بتاعتنا. تمام. ستارت دومين هيعمل ستارت للدومين بتاعنا. تمام. نيكست. تمام كده كل حاجة عندنا. تمام كومبليتنج ده. تعالى بقى المتصفح بتاعنا، اكتب لوكال هوست 48 انتر. دخل معايا اهو السيرفر. تمام كده. اكتب بقى ادمين اوراكل لوجين. عامل معاك لوجين اهو، مفيش مشكلة خالص. كده عامل معاك ايه؟ عامل معاك اللوجين. يبقى احنا كده عملنا احنا دي المفروض كريم دومين. تمام. بس حاجة عايز اعمل ايه؟ انزل للايه؟ للجلاس فيش، لللايبرز اللي هي الاي دي اف اسنشن. طيب ده هنعملها ازاي؟ احنا كنا المفروض قبل ما نعمل ستارت. طيب مش مشكلة، خش على المكان اللي انت مسطب فيه السي جلاس فيش سعيد. شوف البنديت وهدى كده ولا ستوب. ماشي كده احنا الدومين بتاعنا وقف، مش هيشتغل. ادخل بقى انت، احنا في الانستول اهو سعيد. خش هات جلوس فيش الدومين بتاعك، الدومين اللايبرري هنا اهو، هنا اهو. خد الاسينشال دي وحطها في الايه، في اللايبرري زي ده كله كده. كوبي. خش في السي ام دي، في السي ام دي بتاعتنا. تمام. قول له ايه، مش من الخمسة واحدة تانية سي ام دي. هيجا قول له سي ام دي هاتلي المصادر ده، جابه لي اهو. هيجا اقول ايه، ان زيب داش شي، وخد ديت كده وارميها جواها ودوس انتر. تمام اهو، طلع لنا اللايبرز ايه، اللايبرز اللي احنا عايزينها. خلاص دي احنا مش محتاجينها، ممكن نعمل ريبلي. وبكده ايه، احنا عملنا الانستول للايه، للاي دي اف اسنشن. تعالى نروح نرن الان، هنرن السيرفر تاني. ستارت مين. ما هي ستارت اهو، اما ريفريش. ريفريش ادمن اوريكل. المرحلة الحالية دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش هنعمل configuration للسيرفر، هنضيف الاتنين دول وهنعبي الاتنين دول. هخش على السيرفر هنا ال جي بي ام، هخش على جي بي ام اوبشن، هدوس ايه، الجي بي ام.
هاخد الاتنين دول كده كوبي، هقول لك كل حاجة بتاعتي، حط دي كده في التاني دي كده أكل. هنا عشان يسطر ديت المسؤولة عن تسطيب الليبر اللي احنا لسه حاطينها، وهنا عشان بقول له خلي التايم زون بتاعنا 2، هنا عشان مصر طبعا، انت السعودية خليها 3. براحتك. هنا بظبط الميموري، تمام، هنا بظبط الميموري بتاعت الايه بتاعت السيرفر بتاعي. انا هنا 256 و512 الماكسيموم، تعالى اعدل الماكسيموم هنا، خليني 512 ام، هنا خليني 256 ام 27 اهو. هنا بقول له الماكسيموم، خد يعني انت اول ما ترن خد من الرام 512، تمام، وقال لها 256 سيف، تمام. هيطلب منك ايه؟ ريستارت، ريستار الدومين. تعال نشوف المرحلة اللي بعد كده ايه هنعمل، ايه هنعمل، ايه دي جي دي بي سي، تمام. ثواني هتاخد فترة هنا اهو بس عشان تعمل ريستارت. وقف الفيديو ثاني، ماشي، هو عمل ريستارت اهو، يدخل ادمن وريكال. لو حد حصل معاه مشكلة في الريستارت يجي هنا اهو بالسيم دي زي ما وريتك، ستوب دومين وستارت دومين، تمام، عشان المرحلة زي دي متوقفكش يعني. تعالى خش على الجي دي بي سي، دخلنا على الجي دي بي سي، هنعمل ايه الأول؟ هعمل بول الأول زي دي اهو كده، نيو اتش ار تي اس سورس، هنا اختار اللايبرري، هنا اختار اوريكل، طبعا دول كلهم ايه اسماء الداتابيز اللي انت هتعمل عليهم جي دي بي سي. هو انت عايز تعمل كاستم واحده جديده تكتب هنا اسم مش موجود يعني. نيكست، انزل بقى تحت خالص، بيقول لك اليوزر، اليوزر اسمه اتش ار داتابيز اكسبريشن HR، هنا ده كله، هنا لوكال، لوكال هوست، هنا سيم، هنا 15 21، تمام، بوس فينش، خش عليها واعمل بينج، تمام، الاتصال ايه ماشي، الاتصال تمام، سيف. خش بقى على الايه، خلاص احنا عملنا، هنعمل ده ايه ريسورس، تمام، هخش كده على ريسورس، هعمل نيو، نيو اكتب جي دي بي سي سلاش اتش ار، تمام، هدي بقى واحد اللي احنا لسه عاملينه، هتدي الجيل بتاعه ايه اللي هو الاتش ار اي دي اس، تمام، داتا سورس يعني. اوكي، اضافة المرحلة التانية، بتاعت الابليكيشن، تمام، هنروح للابليكيشن بتاعنا الاي دي اف، ده الابليكيشن بتاعنا على الاي دي اف، طبعا هيبقى ابليكيشن صغير يعني. اول حاجه بس عايز اقولها، احنا عايزين مثلا، عايز تضيف انت ايكون زي ديت، يفتح لك الجرس فيش ويقفل ويعمل ريستارت والكلام ده كله، بدل ما تخش بالسي ام دي والقصه دي كلها، بتيجي تخش على في الهيلب هنا وهي تشيك فور ابلود، اوكي، ست اول ثلاثه دول نيكست، وتيجي تروح لاس ايه تكتب جرس فيش، مجرد بس تكتب جرس فيش هيبدا ايه، هيبدا يظهر لك، طبعا مش هيظهر لك عشان اصلا انا مسطبه، بس لو دوسنا جي بدأ يبتدي هو الابلود بتاعي، تمام، ده بالنسبة بالنسبة ان انت عشان تظهر، عشان تظهره من هنا، تمام. الابلكيشن بتاعنا عبارة عن ايه، انا عملت داتا موديل عادي، بزنس كومبوننت من ال انتيتي، هو ال اند بس انا عارضه بس، تمام، وادي صفحة، الصفحة حطيت فيها ايه جدول، داتا موديل هنا تسعة جدول وبيبقى، تمام، صفحة جي اس بي عادي، بتسحب الجدول، خلاص انتهى الأمر عليك.
تمام. هنعمل ايه؟ تعال نشوف كده خطوات الماس نيود. بتعمل ايديت للابلكيشن موديل والبروجكت والابلكيشن. طيب الكلام ده هنعمله ازاي؟ في عندي ابلكيشن موديل، دبل كليك كونفيجريشن في اللوكال هنا والدوز كده. شايف ده؟ ده احنا مش عايزينه. هكتب ايه؟ هكتب اللي هو تعال نشوف كده. انا هنا هكتب ايوه بتكتب ده هو تمام كده اللي هو الداتا ريسورس. اعمل كوبي كده في جي ديفلوبر كنترول دي. خد بالك من الناس، خد بالك من ايه؟ من المسافات. تمام اوكي تمام. تيجي على البروجكت هنا اهو، كليك يمين بروجكت، نيجي في الديبلويمنت، ديبلويمنت ايديت بلاتفورم، اختار ايه؟ اختار جلاس فيش 3.1. اوكي اوكي تيجي في الابليكيشن تحتي كده، في الديبلويمنت ايديت بلاتفورم جلاس فيش، ده التارجت. انا بقول التارجت جلاس فيش. اوكي اوكي سيب تمام كده. احنا المرحلة دي انتهت. اعدل بقى الجافا ايه؟ طيب خش نعوض. اوكي تيجي نعوض في الجافا ايه ابلكيشن، بس عشان نختصر الاسم ده جي اف، اختصر الاسم ده كمان خليه جي اف. اوكي خلي بالك بس انت، خد بالك ايه؟ انا هقول لك ده ليه. اوكي تعال اعمل ديبلوي بقى في جلاس فيش. نعمل ديبلوي، كل اللي انت تعمله تضيف هنا ديبلوي على ايه؟ هنا هو او اللي هو الديفولت بتاعك، اللي هو الاسم الديفولت، ممكن تغيره مفيش مشكلة. نيكس طبعا ده كان تستات قبل كده. بص ايه كده تبلاص فيش ده اسم عادي يعني، اي دي اف اي دي اف. ايه هتعمل كونكت كونكشن على ايه؟ على كلاس فيش. نيكست ادمين ادمين وأورج. فاكر احنا غيرناها خليناها 90 90، اوعى تنسى. نيكست ولوس تيست كده سكسس. لازم من اربعة يبقى عندك سكسس. اي خطوة يوم ما عندكش سكسس اعرف ان انت عملت حاجة غلط. راجع الفيديو من تاني ان شاء الله هيشتغل معاك. اوكي فينيش اختاره. تمام احنا عملنا اختاره، خد بالك انت بتختاره يعني. اختاره كده دوس ايه نيكست فينيش. الديفلوي ديت المرحلة دي هتاخد مثلا بتاع 3 دقايق تقريبا. تمام انا بس هعمل ايه؟ هوقف الفيديو عشان خاطر الفيديو ما يطولش. بص زي ما انت شايف اهو، خد معانا دي او 6 ثواني. طبعا ده على حساب امكانيات جهازك، وما رنش معايا البروجيك خالص، رن معايا الجلاس فيش بتاعي. عشان تجيب اليو ار ال مش مديك يو ار ال. طب انت هتشغل الصفحة ازاي؟ بص انا مديك الشكل الديفولت بتاعها. تمام ان هو كده الكونتكست هيرود دوت اللي هو الاف جي اللي احنا عملناه. تمام بتكتب اسم الصفحة اشتغل معاك. طيب عشان تعرفها من جوه الجلاس فيش بتروح على الابلكيشن. خد بالك الابلكيشن اهو احنا ما عملناش دي، احنا المفروض ان انت بتعمل ان انت بتعمل كرييت وبتعمل ديبلوي من هنا لو انت عندك ملف الاير، بس احنا بنديله هو مع ايه بيخلص لنا الموضوع ده مع نفسه. خش كده تعالى دوس ايه لانش هنا. خد بالك اهو ابلكيشن، تقف على ابلكيشن نوت ودوس ايه ودوس لانش اهو. ده اليو ار ال بتاعه. تمام ندوس عليها كده اهو كيف هي وي دوت جيز دي اكس ده اسم الصفحة. ويفتح اهو ال اف اكس ديت ان هو اللودنج، فتحت معانا الصفحة ال اي دي اف عن جلاس فيش. تمام كده انت تقدر تعمل ديبلوي
الـ EDF عند ناس في الشين هي أي مشكلة، وربنا إن شاء الله عليك، وربنا معاك. تمام. في حاجات تانية طبعا، طبعا تبقى احنا بس عشان ده ديمو، بس انت لك انت بقى تعمل كرييت وانسيرت ودول وديليت وكوميت وتعمل الابلكيشن بتاعك كله، وبعد كده تعمل ديبلوي عليه وانتهى الامر على كده، ويبقى في كده انت قادر تعمله اوبن سورس من غير ما تدفع كوست، ولا يبقى على الكاستم كورس، ولا يبقى على الكاستم اي فلوس يعني كوست. تمام. اهو دي الخطوات. تمام. انا هرفعه ان شاء الله على موقع اوريكل العربية ان شاء الله، موقع هرفعه على مدونتي، اتمنى تزوروها وان شاء الله، وان شاء الله اتمنى يعني انتظر دعوتكم. يبقى كده احنا قدرنا نعمل انترنت. طبعا في حاجات تاني، في لوب بلانسر، ان انا اقدر اعمل لوب بلانسر، وان انا اقدر اعمل سكيورتي باستخدام الجافا سبيش، والكلام ده كله بقى خليه في فيديوهات تانية. الناس اللي عايزة تعرف اكتر عن الجافا سبيش، في كتاب هقول لكم هي اسماء الكتب: جافا سبيش ادمنستريشن، وجافا اي اي 6، ويز جافا سبيش ويز ابلكيشن سيرفر، وجافا سبيش سكيورتي. خش على جوجل اعمل سيرش عليهم، هتلاقيهم ان شاء الله، ده تعمل لهم داونلود والدائرة، وربنا معاك ويعينك ان شاء الله تعالى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.